بسم الله الرحمن الرحيم. وكان رضي الله عنه لا يعظم الأغنياء ولا يقوم لأحد من الأمراء ولا أركان الدولة، وكان كثيرا يرى الخليفة قاصدا له وهو جالس فيدخل خلوه ثم يخرج على الخليفة بعد وصوله إعزازا لطريق الفقراء ولئلا يقوم للخليفة وما وقف بباب وزير ولا سلطان ولا قبل هدية من الخليفة قط حتى عذبه على عدم قبوله هدية، فقال له الشيخ أرسل ما بدا لك واحضر معه. فحضر الخليفة يد الشيخ ومأه شيء من التفاح، وإذا كل تفاحة مغشودة وقيحا، فقال للخليفة كيف تلومنا على عدم أكلنا من هذا وكله مغشوب بدماء الناس. فاستغفر الخليفة وتاب على يديه، وكان يأتي فيقف بين يدي الشيخ كأحد الناس يصيبه إلى أماس. وكان رضي الله عنه مع جلالة قدره وبعد سيته وعلو ذكره يعظم الفقراء ويجالسهم يفلي لهم ثيابهم، وكان يقول الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، والفقير الشاكر أفضل منهما، والفقير الصابر الشاكر أفضل من الكل، وما أحب البلاء والتلذذ به إلا من عرف المبني. وكان يقول اتبعوا ولا تبتدئوا وأطيعوا ولا تمرقوا واصبروا ولا تجزأوا واعتذروا الفرج ولا تيأسوا واجتمعوا على ذكر الله تعالى ولا تتفرقوا، وتطهروا بالتوبة عن الذنوب ولا تتلتقوا، وعن باب مولاكم لا تبرحوا. وكان يقول لا تغتر جلب النعماء ولا دفع البلوى، فإن النعماء واسنة إليك بالقسمة استجلبتها أم لا، والبلوى حالة بك وإن كرهتها، فسلم لله في الكل يفعل ما يشاء. فإن جاءك النعماء فاشتغل بالذكر والشكر، وإن جاءك البلوى فاشتغل بالصبر والموافقة، وإن كنت على من ذلك فالرضا والتندد. واعلموا أن البلية لم تأتي المؤمن لتهلكه، وإنما أتنه لتقتبره. وكان يقول لا يسلك لمجانسة الحق تعالى إلا المطهرون من رجس الزلات، ولا يفتك إلا لمن قلع عن الدعاوي والغوسات. ولما كان الغالب على الناس عدم التطهر ابتلاهم الله تعالى بالأمراض كفارة وطهورا ليسلموا لمجانسته وقربه، شعروا بذلك ولم يشكروا. وكان يقول إياكم ما تحب أحدا أو تكرهه إلا بعض رد أفعاله على الكتاب والسنة، كي لا تحبوه بالهوى وتبغضوه بالهوى. اللهم انشر نفحات الرضوان عليه، وأمتنا بالأسرار التي أودعتها لديه.